بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين، ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة والقرابة ومن سار على نهجهم المبارك بهدى وتقى صدقا ويقينا وحقا واتباعا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية العلمية المتعلقة بشرح كتاب الصاحبي في فقه اللغة العربية للإمام أحمد بن فارس رحمه الله تعالى. ونحن اليوم في باب الاتفاق والافتراق من أجناس الكلام. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن ذلك يكون على وجوه، أي إن هنالك وجوه مختلفة لاتفاق الكلام والافتراقه، وهذا يعتبر جنس من أجناس كلام العرب أو صنف من أصناف كلام العرب. فالعرب لا تتكلم بصنف واحد ولا تتكلم بجنس واحد، وإنما هذه اللغة العربية فيها كثير من العلوم وكثير من الأسرار، وفي كل جنس من أجناسها أو صنف من أصنافها أو شكل من أشكالها تجد بأنه ينطوي تحته الكثير من العلوم والكثير من الأسرار والكثير من المفردات وما إلى ذلك. ومن هنا يقول يكون على وجوه، فمنه اختلاف اللفظ والمعنى. هنالك جنس من أجناس كلام العرب يختلف فيه اللفظ وبالتالي يختلف المعنى، فإذا ما اختلف اللفظ في كلام العربي لابد بأن يختلف المعنى. وفي بعض الأحيان هنالك ألفاظ مختلفة تستخدم لمعنى واحد، وفي بعض الأحيان هنالك ألفاظ مختلفة تعطي معاني مختلفة. أما قضية اختلاف اللفظ والمعنى وهو الأكثر شهرة، كما يقول مثل رجل وفرس وسيف وربع، فرجل تطلق على الرجل والفرس تطلق على الفرس وهو الحيوان المعهود والمعروف، والسيف والربع وهكذا. ومنه من أجناس كلام العرب أن يختلف اللفظ ويتفق المعنى، كقولنا يعني مثلا للشيء الواحد تجد هنالك عدة أسماء، فالسيف له أسماء، سيف وعصب، يعني عصب نوع من أنواع السيوف، وتقول مسلول، سيف مسلول، وبتار، كلها أسماء للسيف، وليث وأسد وسبع وضرغام، كلها أسماء للأسد. وقد ذكرنا في درس سابق من بعض الأشياء، يعني مثلا ذكرنا بأن العرب قالوا إن للحية 300 اسم، وبعضهم قالوا إنها لها 150 اسم، وبعضهم حتى أوصلوها إلى 500 اسم، وذكروا للأسد أكثر من 100 اسم وهكذا، هذا ذكرناه في درس سابق. ومن ذلك أيضا اتفاق اللفظ واختلاف المعنى، تجد بأن اللفظ متفق ولكن هذا اللفظ أحيانا يطلق على هذا الشيء وأحيانا يطلق على هذا الشيء، وهذا ما نطلق عليه بالمشترك اللفظي. ذكر مثلا عين الماء وعين المال وعين الرقية وعين الميزان، عين الرقية الشيء الذي يتكى عليه أو يتكى عليه. فالعين مثلا العرب تستخدم العين عين الماء، العين عين الشمس، العين عين المال. العين هو الجاسوس، يقولون فلان عين على بني فلان، أي جاسوس عليهم. والعين هي العين الحقيقية، العين المبصرة، وعين الميزان. وأيضا العرب يقولون عين النمل، وهو الموضع في الأرض الذي يخرج منه النمل، بيت النمل المشترك الذي يخرج منه التراب، يطلقون عليه يقولون عين النمل. وعين الأراضة، عين الأراضة، الأرض حين تأكل الخشب ويكون لها مكان تشترك فيه في الأكل، يطلق عليه بعين الأراضة. وحتى في الفقه الإسلامي يقولون عين النجاسة، وإزالة عين النجاسة، يعني يكفي في هذه القضية أو لا يكفي في هذه القضية. فهذه لفظة واحدة ولكن فيها معاني كثيرة. وذكر مثالا من قول الله تعالى قضى بمعنى حتب، كقوله جل قضى عليها الموت، قضى عليها الموت يعني أنهى عليها الموت. وقضى بمعنى أمر، أمر كقوله تعالى وقضى ربك، أي أمر، هنا أمر ربك لا تعبد إلا إياه. وقضى بمعنى أعلم، كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمناهم. وتأتي قضى أيضا هنا بمعنى أرسل، وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أرسلنا إلى بني إسرائيل. وقضى بمعنى صنع، فاقض ما أنت قاض، أي اصنع ما أنت صانع. وقوله جل
ثم اقضوا الي اي اعملوا ما انتم عاملون. وقضى بمعنى فرغ ايضا يقال للميت قضى نحبا اي انتهت حياته. ومنه اتفاق اللفظ وتضاد المعنى. في بعض الاحيان ياتي اللفظ متفقا ولكن المعنى متضادا، يعني ليس مختلفا وانما متضادا ككلمه الظن. وقد مضى الكلام عليه، نحن ايضا قد مضى وتكلمنا عن الظن وعن الشك وعن الريب، وان هنالك فرق بين الظن وبين الشك وبين الريب، وقد مضى في درس سابق. ويقول مثلا تقارب اللفظين والمعنيين ايضا الجزم والحزن، الحزم عفوا، الحزم والحزن. الحزم من الارض ارفع من الحزن، وكالخضم وهو في الفم كله، والقضم وهو بأطراف اللسان. ومن اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم مدحه إذا كان حيا وأبنه إذا كان ميتا. لذلك إلا لا نحن نستخدم هذه المفردة. يقولون حفل تأبين، لما يقولون حفل تأبين أي إن هذا الحفل أقيم على شرف أو لذكر إنسان ميت وليس حيا، وهذه لفظة عربية فصيحة. فالمدح هي لفظة عربية تستخدم في المدح إذا كان حيا، والتأبين يستخدم له إذا كان ميتا. وهنا مفردتين مختلفتين تعطيان معنيين أيضا مختلفين. ومنه تقارب اللفظين، لفظين متقاربين واختلاف المعنيين، وذلك كقولنا حرج إذا وقع في الحرج، يعني فلان حرج يعني وقع في موقف محرج، وتحرج إذا تباعد عن الحرج. يعني هاتين اللفظتين متقاربتين من ناحية اللفظ، يعني حرج وتحرج. هنا حرج إذا وقع في حرج، أما تحرج إذا تباعد عن الحرج. المعنى مختلف تماما، المعنى عكسي. وكذلك أثم وتأثم، وفزع إذا أتاه الفزع، وفزع عن قلبه إذا تنحى عنه الفزع. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أرادوا والله أعلم أخرج منها الفزع، فزع أخرج منها الفزع، وفزع وقع في الفزع. وأيضا تحدث عن باب القلب، وهو من سنن العرب أي من طرق العرب في الكلام، إنهم يقلبون الكلمة، ويكون ذلك في القصة وغيرها. فأما الكلمة فقولهم جذب وجبذ قلب، جذب جيم ذال باء، وجبذ جيم باء ذال، هنا قلب، وبكل ولبك، وهو كثير، وقد صنفه علماء اللغة، وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله عز وجل شيء. وأما الذي في غير الكلمات فقولهم يذكر ما يقع من القلب في كلام العرب في غير الكلمات. ويذكر المؤلف بأنه ليس في كتاب الله الكريم شيء من هذا القبيل. ويذكر أبياتا للشعر كما عصب العلباء بالعود، كما كان الزناء فريضة الرجم، فريضة الرجم، كأن لون أرضه سماؤه، كأن الصفا أوراقها. هنا أراد كأن أوراقها الصفا، هنا قلب في الجملة، قلب في الجملة. يعني لما قال كما كان الزناء فريضة الرجم، أي فريضة الرجم الزنا، قلب صار حنالك قلب في الجملة. وهكذا. وذكر قول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، وقول الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. والمعلوم أن التحريم لا يقع إلا على من يلزمه، وقال حرمنا عليه المراضع، ولكن هو التحريم وقع عليه، وهنا أصبح في هذه قلب. ومن قول عز وجل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،
والأصنام لا تعادي أحدا، فكأنه قال فإني عدو لهم، قال فإنهم عدو لي. هي ليست الأصنام، يعني نسب العداوة للأصنام في هذه الحالة، نسب القدرة للأصنام، وبهذه الحالة يعني كأن الأصنام تستطيع أن تعادي وتستطيع أن تفعل وتستطيع وتستطيع، لكن هذا مستخدم في كلام العربي وهذا من سياق القلب، يعني فإنهم عدو لي، المعنى فإنني عدو لهم. وانظر إلى الله سبحانه وتعالى كيف يستخدم ما تستخدمه العرب في الكلام وبغير يعني بغير تحرج أو ما إلى ذلك. يعني الآن لو أن إنسانا وصف جمادا بأن هذا الجماد يستطيع أن يحب أو يستطيع أن يعادي أو يستطيع أن يفعل أو لا يفعل، فإن الجهال سيصفون هذا الإنسان إذا لم يكن قصده ونيته هذا، يعني ليس بنيته هذه إنما أراد أمرا آخرا، ووصف مثلا صنما أو وصف شيئا بأنه يحب أو يفعل أو لا يفعل، فإن الجهال سيصفونه بالكفر وبالشرك فورا، يعني سيصفونه بالشرك ويصفونه بالكفر بلا مقابل، رغم أن هذا الأسلوب تكلم به القرآن الكريم. فأنت إذا أردت أن توصل صورة معينة أو توضح أو أردت أن تضرب مثالا مثلا، أنت لا تقصد هذا الشيء إنما أردت أن تضرب مثالا، فهذا جائز لأنك تستخدم سياقات كلام العربي وسياقات العرب وسنن العرب في كلامها، والقرآن قد استخدم ذلك. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى فإنهم عدو لي، هذا الكلام عن من؟ عن الأصنام. وهل الأصنام تستطيع أن تعادي؟ لا. هل الأصنام تستطيع أن تحب؟ لا. هل تستطيع أن تكره؟ لا. هل تستطيع أن تفعل؟ لا تفعل؟ لا. ولكن المعنى إنني عدو لهم، لكن الغاية نحن التي نريد أن نصل إليها بأنه انظر كيف إن الله سبحانه وتعالى يستخدم ما تفهمه العرب في كل مواضع القرآن، ويباح لنا نحن أن نستخدم الأمثلة التي ضربها القرآن الكريم لخدمة ديننا وشريعتنا. ثم انتقل إلى باب الإبدال وقال ومن سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض، هذا نسميه الإبدال وليس القلب، إنهم يرفعون الحرف تماما ويبدلونه بحرف آخر لا يقلبون. القلب هو أن تقدم أو تؤخر الحرف على الآخر، ولكن الإبدال هو أن ترفع الحرف تماما وتبدله بحرف آخر، سواء كان هذا الحرف الآخر موجود في الكلمة أساسا أو ليس موجود في الكلمة. فهذا هو الفرق بين القلب والإبدال، وربما يشكل على البعض ويقول ما الفرق؟ يعني القلب والإبدال كلاهما شيء واحد، فلماذا ضربنا بابا للإبدال وبابا للقلب؟ نقول لا، هنالك فرق شاسع واسع بين القلب والإبدال. القلب هو أنك تقدم هذا الحرف على الحرف الذي يليه أو أن تجلب الحرف الذي يليه فيكون قبله أو تقدمه أو تؤخره. الإبدال ترفع الحرف تماما وتأتي بحرف آخر. فمثلا ضرب أمثلة، مدحه ومدهه، إن العرب يقولون مدحه مدهه، يعني حذفوا الحاء تماما وأبدلوه بهاء. صحيح إن الهاء من حيث المخرج قريب من الحاء، ولكن الهاء حرف غير الحاء تماما. وفرس ورفل، رفل يعني هنا إبدال رفل ورفل، قال أبدل اللام بالنون وهو كثير مشهور وقد ألف فيه العلماء. فأما ما جاء في كتاب الله عز وجل فقول الله عز وجل فانفلق فكان كل فارق، هنا اللام والراء يتعاقبان كما تقول العرب، فلق الصبح وفرقه، يعني أبدل كلمة فلق بفرق، يعني أبدل اللام بماذا؟ بالراء، وهذا جاء في القرآن والقرآن استخدم ذلك لأن العرب تستخدمه. وذكر عن الخليل ولم أسمعه سمع أنه قال في قوله عز وجل فجاسوا إنما أراد فحاسوا، أبدل الجيم بالحاء، وهذا نقل عن الخليل بن أحمد رحمه الله، فقامت الجيم مقام الحاء، وما أحسب الخليل قال هذا ولا حقه عنه، يعني المؤلف ينكر ذلك عن الخليل إنه قد قال. ثم انتقل إلى باب الاستعارة وذكر أن من سنن العرب الاستعارة. الاستعارة من حيث التعريف كما عرفها المؤلف
هو أن يضع الكلمة للشيء مستعارة من موضع آخر، يعني كأنك استددت هذه الكلمة أو استعرتها، ليست استددت، استعرتها، كأنني استعرت منك عصا ثم أعدتها لك بعد ذلك، هذا الاستعارة، تستعير كلمة من موضع آخر لتضعها في موضع آخر. ومن ذلك يقولون انشقت عصاهم إذا تفرقوا، وذلك يكون للعصا، يعني أنت تقول عن القوم الذين تفرقوا انشقت عصاهم، انشقت عصاهم، فلا لفظة انشقت بمعنى تفرقوا ولا عصا بمعنى جماعة، ولكنك قصدت أخذت لفظة انشقت بمعنى التفرق، لأن التشقق يفرق الشيء، وأخذت لفظة عصا وأردت بها ماذا؟ أردت بها الجماعة، لأن العصي إذا اجتمعت تكون قوية، فاستخدمت أو استعرت هاتين الكلمتين وأردت أن تخرج بهما بمعنى معين وهو تفرق الجماعة، وذلك يكون للعصا، وهكذا ذكر ذلك. ثم ذكر الله عز وجل في قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة يقولون للرجل المذموم إنما هو حمار. وقال الشاعر هو الله عز وجل في الآية لا يتكلم عن الحمر عن الحمير، وإنما يتكلم عن قوم يصفهم بهذه الصفة، فاستعار هذه الكلمة، استعار حمر واستعار كلمة مستنفرة لكي يطلقها على قوم معينين. ومن ذلك قول الله عز وجل التفت الساق بالساق، لا يريد الله عز وجل أن تلتف الساق بالساق، لكن استعار هذا المفرد من أجل أن يبين على شدة هول هذا الموقف وشدة هول هذا اليوم. وقول الله تعالى إنا لمردودون في الحافرة، الحافرة الخلق الجديد، الخلق الجديد، برانا على قلوبهم، لا يقصد الله عز وجل وجود طبقات على القلب، وإنما القصد أن هذه القلوب مظلمة وبعيدة عن الله عز وجل، وضرب أمثلة كثيرة عن الاستعارة. ثم يتحدث المؤلف عن باب الحذف والاختصار، وهذا كثير كثير موجود في كلام العرب، وهذا من بلاغة العرب في كلامها وفي كلماتها، وهذا موجود كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلمات القلائل وتعطي المعاني الكثيرة، وكذلك القرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب من كلام العرب. فمثلا ضرب المؤلف أمثلة والله أفعل ذاك، يعني فقط يقول أفعل ذاك، المخاطب يفهم ماذا يريد أن يفعل، لابد أن يفهم المخاطب ماذا يريد أن يفعل، فهو إذا قال أفعل ذاك ربما يكون معناه سأقتل وسأسلب وسأسبي وسوس وكلام كثير جدا يأتي بعد ذاك، ولكنه يكتفي ويقول والله أفعل ذاك. وحتى إن من طرأ من وسائل العرب في الكلام في باب الحذف والاختصار ربما يقولون صوتا ليس حرفا ويعنون به كلاما كثيرا، كقولهم صح صح أو أص، يريدون به السكوت، فإذا كان هنالك من يتكلمون كثيرا وأراد آمر أن يعطيهم أمرا بالسكوت يقول صح وينظر نظرة فيها شزر أو فيها غضب، فهم يفهمون من هذا كلام كثيرا، يفهمون من هذا من النظرة ومن الحرف الذي خرج منه يفهمون منه كلام كثيرا، وهذا الكلام مفاده اسكتوا وإلا فإنني سأعاقبكم مثلا، أو إنني سأقطعكم الطعام أو الماء أو أضربكم أو ما إلى ذلك، باستخدام حرف واحد أو باستخدام الإشارة، وهي من طرق العربي في كلامها. ثم ذكر بيتا لذو الرمة فما لبسنا الليل أو حين نصبت أو حين نصبت له من خذا أذانها وهو جانح، وأراد هنا ضرب بيتا فيه حذف وفيه اختصار، وفيه اختصار، يعني عندما قال لبسنا الليلة، عندما قال لبسنا الليلة والليلة لا يلبس،
ولكن عنا بذلك أي استتروا بالليل وفيه كلام كثير. وذكر قول الله عز وجل واسأل القرية، وهذا يعني من باب الحث والاختصار وأيضا من باب المجاز، يعني القرية لا تسأل، يعني اسأل أهل القرية. فاختصر كلمة أهل واختصر السؤال، ما هو السؤال؟ وقال فقط أسأل القرية وأراد أهل. والحج أشهر معلومات، ولم يذكر الأشهر وهي مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال على خوف من فرعون وملئهم، أي ملئهم أي آل فرعون. وهكذا والاختصار والحذف في كلام العربي كثير وفيه مواضع كثيرة. وأيضا ما يعاكس الحذف والاختصار هو الزيادة في كلام العرب، الزيادة التي يراد بها معنى وليست الزيادة يعني اعتباطا. وقال بعض أهل العلم إن العرب تزيد في كلامها اسما وأفعالا، أما الاسم فالاسم والوجه والمثل. قالوا فالاسم في قولنا بسم الله إنما أردنا بالله، لكنه لما أشبه القسم زيد فيه الاسم. هنا التسمية تأتي يعني بمعنى القسم، كأنك تقول أقسم بالله أو تقول أستعين بالله، فزيد الاسم على اللفظ. وأيضا وأما الوجه فقول القائل وجهي إليك، وجهي إليك، وجهي إليك أي أنا مصغ إليك. وقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك. وذكر قول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل، يعني إليه توجهي وقصدي وغايتي وعملي كله إليه. وأيضا يقول البوصيري بيتا يشبه هذا وأستغفر الله من قول بلا عمل إن الكبائر في الغفران كاللبن. وأيضا المثل كقوله تعالى فاتوا بسورة من مثله، فاتوا بسورة من مثله، زاد هنا زاد من مثله، كان يكتفي ممكن أن يقول فاتوا بسورة ويسكت، لكن قال من مثله، قال من مثله. وقول القائل مثلي لا يخضع لمثلك، ويستطيع أن يكتفي ويقول مثلي لا يخضع لك مثلا، لكن قال مثلي لا يخضع لمثلك. وقول الله عز وجل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، كان يكتفي ممكن أن يقول شهد شاهد من بني إسرائيل، لكن قال على مثله من أجل أن يبين بأن الشاهد وأن المشهود عليه في المثلية سواء. وضرب أمثلة على ذلك. ونكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد.